كلنا بنعرف انه البشره بفصل الصيف ممكن تتعرض لكثير من المشاكل نتيجه ارتفاع الحراره واشعه الشمس. من هي المشاكل اللي ممكن نشوفها على البشره التصبغات، هي التصبغات يعني بقع داكنه او ابغام بتظهر على لون الجلد الطبيعي وبتسبب كثير من المشاكل النفسيه. رشا، وقد اليوم الصبيه اللي عندها هي التصبغات يا هايدي ممكن تكون بمواقف محرجه نفسيه محرجه؟ في صبايا انا بعرفهم يعني انه ما بحبوا يطلعوا بالنهار انه الشمس بتكشف، يقولوا لك الشمس بتكشف عيوب الوجه اذا كانت كثير قويه. بس صار في علاجات اكيد اليوم؟ اكيد في علاجات اليوم، عالم الطب والتجميل والتخصصات اللي عم نشوفها اتاحت مجموعه كثير كبيره من العلاجات. رح نروح لنضوي عن هي التصبغات، اسبابها، اعراضها، طرق الوقايه والعلاج، وخاصه نحن باب لهاب يعني المفروض اليوم كثير نتعامل مع البشره بشكل صحيح. وضيفتنا لليوم هي الاختصاصيه بالتجميل والعنايه بالبشره ميرفت موسى. يسعد صباحك ست ميرفت. يسعد صباحكم، اهلا وسهلا. صباح الخير. صباح اهلا وسهلا فيك. يعني عن جد فعلا اليوم البشره بحاجه لعنايه كثير كبيره، ان كانت خلال فصل الصيف او حتى بالشتي لازم دائما يكون في عنا اهتمام فيها كرمال ما يظهر عنا اي مشاكل. اليوم حابين نعرف من حضرتك شو بنقصد بالتصبغات الجلديه وانواعها. هلا التصبغات الجلديه بشكل عام هي بيكون تغيير على سطح الجلد، مو بالشكل عام، مو بس البشره، تغيير على الجلد بشكل عام جسم كامل. فهو ممكن يؤدي لكلف، لنمش، في له انواع طبعا، بيكون سطحي، ممكن يكون عميق، ممكن يكون مختلط بين سطحي وعميق. ضروري جدا اليوم نعالجه ونعرف شو هو طرق العلاج او طرق الوقايه منه. طيب خلينا نروح ست ميرفت للاسباب. اليوم الاسباب كثيره، يعني نحن بالصيف بدنا نرطب على طول، بدنا نهتم مشان درجات الحراره، وبالشتي بصير جفاف بالبشره كمان بحاجه لعنايه. وفي ناس بتقول لك انا ما بشيل المطريات من ايدي واخر شيء بيطلع لي تصبغات، يعني اليوم شو الاسباب؟ هلا ما بتشيل، هو بيكون الروتين غلط، روتين المرطب، بتكون مستعمله مرطب ما بيناسب نوع بشرتها. اليوم احنا كل بشره شكل بشره دهنيه مختلطه ولا اخره، فبدك تنتبهي كل بشره شو بدنا نستعملها احنا، شو المرطب اليوم. التصبغات بيكون حتى بالصيف احنا لازم نرطب، لانه بالصيف عندنا دهون زيوت متراكمه، فاحنا كمان هاي الدهون والزيوت المتراكمه لازم نعمل تنظيف بشره روتين اسبوعي او يوم اي يوم لا لهذا الشيء، مع ترطيب دائم، مع تونر دائم. فاحنا لازم دائما نهتم بهاي الامور. تمام. نحن دائما على طول لما مضطرين نطلع من البيت، طبيعه عمل كثير من الاشخاص ممكن يشتغلوا تحت الشمس، قد ايه ممكن اليوم فعلا تاثر الشمس على التصبغات الجلديه؟ خبرينا اكثر. ايه هلا تاثر احنا اليوم ب اهم عامل هو للتصبغات هو الواقي الشمسي، وكتار يعني نسبه 90% اليوم احنا ما بيستعملوا الواقي الشمسي، فالواقي الشمسي ضروري جدا لحتى ما يعمل تصبغات، تجاعيد، كبر بالعمر. يعني احنا يعني الفرق بين يوم نحط هون هاي المنطقه واقي شمسي وهي لا، رح تشوفوا الفرق واضح. تمام. فضروري الواقي الشمسي بالذات اللي بيطلعوا يومي، الواقي الشمسي لازم يتجدد يوميا مرتين، يعني مرتين باليوم. انا بقول لي اللي ما له خلق يشتغل كثير، بس يفضل كل ساعتين ثلاثه يتجدد. وبنسبه كمان بدي احكي فيها، كثير صبايا بيجوا لعندي على المركز بيقولوا لي انه انت مدام احنا عم نلبس حجاب وبنحط واقي شمسي بس عم نتصبغ بهاي المنطقه. طب انتم عم تتصبغوا المفروض تحطوا مو نقطه نقطه نقطه، المفروض تحطوا الواقي الشمسي مقدار اصبعين كاملين. أوه. مقدار اصبعين. وللبشره الغامقه يفضل يكون بلون، وللبشره الفاتحه يفضل يكون شفاف. اي فاحنا لازم يعني بمقدار اصبعين نحط لحتى نحصل على النتيجه الحلوه. وهون يعني مثل ما بيقولوا اعطي الخباز خبزه، يعني اليوم هي الشائعات، هايدي حطيت هذا المرطب بعطيني اسمه. المفروض اليوم نحن نتبع الاخصائي او دكتور العنايه بالبشره لتحديد نوع البشره ونوع التصبغات. يعني ايضا اليوم في من الاسباب الهرمونيه ممكن تكون بالجسم تسبب هي التصبغات. اي طبعا. هلا الاسباب الهرمونيه انا ما حكيت عن انواع التصبغات ليش بتطلع، بتطلع ممكن تكون هي من اسباب هرمونيه، ممكن من الحمل، الحامل بتصيبها تصبغات اثناء الحمل، ممكن بعد الحمل يروح وممكن يضل، فلازم تعالجه بعد 6 شهور من يعني ازاله الحمل او جابت الولاده. من الولاده. نعم. لازم تعالجه. وممكن يكون هرمون من الغده الدرقيه، ممكن يكون باستخدام مثل ما قلتي مستحضرات تجميل غلط من رفيقتها ولا من جارتها، فاجباري بده يصير عندك تصبغات. هذا الشيء خليني اجرب، خليني اجرب هون انت بتكوني وقعتي بكارثه. طيب كمان اليوم ايمتى احنا ممكن نلجا للليزر لحتى نخلص من مشكله التصبغات؟ هل هو اليوم كعلاج فينا نقول فعال؟
والله الليزر كثير علاجه فعال، بس بمناطقنا بالصيف لا، انا ما بنصح ابدا فيه. بالشتاء اي ممتاز، الليزر او الديرما بين او التقشير الكيميائي كثير كثير بيفيدوا التصبغات. طبعا التصبغ المعند، التصبغ الخفيف لا، فينا نعالجه ممكن بالتنظيف البشره بشغلات مواد ميزوات خفيفه بنعالجه بالصيف، اما بفضل بهاي الليزر وهي القصص للشتاء. طيب حتى في اليوم حروق بحر، يعني تصبغات بحرية يمكن هي كتير صعبة، يعني اللي مجرب هذا الحرق بيعرف انه هو عانى كتير بمرحلة علاجه بس ما كتير راحت، يعني تحس التصبغ بينتقل بالوجه من مكان لمكان اخر؟ ايه طبعا بينتقل، يعني هو كمان تصبغ البحر لانه بده يكون شفتي نازل جسمه كامل بالبحر وهيك، فيفضل هن قبل ما تروحوا على البحر او تنزلوا بالمسابح تستعملوا الواقي الشمسي ساعتين، تجددوه ساعتين، مو انه احنا لا خلص يعني حطيناه وخلص، هو بينتهي فعاليته. واحنا اكثر الاوقات عم ينزلوا فيه على المسابح من الساعه 10 للساعه 4، هذا الوقت وقت الذروه، هذا افظع وقت لخراب البشره او دمار البشره، فيفضل يستعملوا الواقي الشمسي، هو اهم شيء بالمسبح مفتاح العلاج او البحر، مفتاح العلاج الواقي الشمسي ضروري. طيب غير الواقي الشمسي وغير الليزر اليوم لحتى نعالج هي المشكله بالبشره، شو في عنا لسه انواع علاجات ممكن اليوم نحن قادرين من خلالها نتخلص من مشكله التصبغات، وهي العلاجات ممكن تناسب اليوم كل الاشخاص ام لا بتفرق من حاله لحاله؟ هلا افضل علاج وانا كثير بحبه وكثير بحفظه هو ولا يعني شفتي الدخل اليوم ما كتير، يعني ما يلتجوا على الليزر وعلى دخل عالي، بحب الديرما بين. الديرما بين بحسه يعني افضل شيء، واذا كان التصبغ سطحي ممكن يعني جلسه جلستين ينتهي، اذا التصبغ عميق ممكن يحتاج 6 جلسات يعني اكثر شيء، بس انا بحبه كتير، يعني هذا بفضل الكل يلتجوا عليه، حتى علاجي لاي شيء مو بس للتصبغات، لكل شيء للبشره. طيب اليوم نسمع بوصفات كثير عبر السوشيال ميديا او الناس عم بتطبقها على البشره لتخفيف التجاعيد حوالين العين خلال 3 ايام، لترطيب، لتكبير الشفايف الى اخره. اليوم الوصفات الطبيه ما لها دور كمان ايضا بموضوع الوقايه والعلاجات؟ هلا هي ما لها وصفات طبيه، انا دائما بقول التجؤوا لطبيب، هي وصفات بتكون يعني للامانه بتكون حاطين فيها، دائما بقول لهم انا اذا وصفه يعني حاطين فيها كورتيزون بكون تنتبهوا. الكورتيزون اول فتره بيعمل بشره كثير حلوه، بس بعدين بده يصير في من وراها كوارث للبشره. بقول لك بالبيت اما اذا رحتي على دكتور ووصف لك وصفات، اي هذا الطبيب لازم انت تروحي على طبيبك يعرف شو امور بشرتك، شو هي نوع بشرتك. منزليه اي المنزليه، اي المنزليه بحبها انا، مثلا ممكن الليمون بيفتح ليمون؟ البشره اي، بس هي ما بيعمل تهيج اليوم مو لكل البشرات، مو هي الفكره. البشره الطبيعيه تكون الليمون بيفتح البشره، زيت الزيتون كثير منيح. نخلطهم الاوليفيرا، اي خلط مع بعض الاوليفيرا، لا الاوليفيرا لحال لحالها، نبته الاوليفيرا مع شيء الاوليفيرا، لا ما بحب اخلط معها، نبته الاوليفيرا لحالها مثل ما هي بتشيلي بتحطيها على البشره لحالها، يعني شيء طبيعي بالبيت موجود. تتحط تحت العين ست مرات؟ لا ما بحب انا تحت العين، ما بحب احط شيء غير يعني مكونات طبيه حسرا. بحب انه تلتجئوا لدكتورك وهو يوصف لك استشاره طبيه طبعا. لانه تحت العين يعني لا القهوه خلقت لنشربها مو لحتى كثير بنشوف لا تكبي الطحل لانه ما بتشوفي والله لكي انا ما بحب كثير وصفات البيت، بحب الليمون والزيت، زيت الزيتون اكثر شيء، يعني هي اساسا يعني هو اساسا طبيعي ظريف، اما القهوه وهي بيكون غالينا ويكون فيها جراثيم ولا سمح الله يعني نزعت البشره، ما بحب هاي القصص. تمام، لازم على طول يكون في استشاره طبيه قبل ما نلجا نحن لاي خيار علاجي اليوم وتجميلي للبشره، ام لا نحن ممكن من خلال عشوائيه سمعنا شخص حط من هذه الوصفه لا نحن قادرين نحط منها او حسب بشرتنا وحساسيتها. لا يفضل استشاره طبيب اليوم او اخصائي بشره. تمام. يعني ما نشتغل اي شيء او نروح على صيدلي والله اعطينا جارتي اخذت هالكريم، طب اي اساس انت عم تاخذي؟ انت غير بشره، ممكن انت دهنيه جارتك واعطاها جافه تكون بشرتها، فبدك تنتبهي لهالامور. طيب خلينا نحكي عن نقطه المرطبات واهميتها بحياتنا اليوميه، ونحن كيف قادرين نستخدم المرطب الصح، كيف قادرين اصلا نحدد نوع بشرتنا؟ انا ما بعرف شو نوع بشرتي. ايه هلا بشرتك هو لازم احنا نمسح الميك اب ليبين معنا. يا حرام بلا فضايح. فهو لا يعني اي لا بشرتك طبيعيه حلوه بتبين يعني فورا علينا. اي البشره المرطب اليوم ضروري لاي كان نوع بشره، حتى لو الدهنيه بيقولوا لك انا عندي زيوت كثير ليش لا رطب، لا ضروري الترطيب. ما انت هاي الزيوت هي عم تعمل لك
دمار، فاحنا بننظف البشره للبشره الدهنيه مشان ما يعمل لك مسام وزيوان، وبعدها بنرطب البشره. البشره الجافه كمان اكثر شيء الترطيب لازم البشره الجافه 3 مرات باليوم، لانه اذا صابها جفاف حول تم التصبغ بده يصير قوي جدا. صحيح. اي احنا كثير معرضه البشره الجافه للتصبغات وللتجاعيد من قله الترطيب. طبعا انا بدي بحب اوصف انه دائما روتين معين للبشره، يعني احنا نتبعه. اي انه احنا الصبح تنظيف البشره لازم يكون غسول يومي 3 مرات باليوم، بعد الغسول تونر. هي حابه احكي لكم اياها كمان، انه التونر اذا ما بتحبوا تروحوا تشتروه من الصيدليات او شيء فيكم تعملوه بالبيت، يعني ماء مقطر بنسبه تقريبا 2 سنتي مع حبه فيتامين اي، كثير ممتاز تونر قبل الميك اب، يعني ما بيخلي يعمل لك شيء لبشرتك او مشاكل او زيوان او حبوب. هذا التونر بعد الغسول، بعدها مرطب الهيرونيك اسيد. انا الهيرونيك اسيد كثير بحبه الامانه، الكل شهد فيه، يعني كل اخصائيين البشره كثير كثير بحبه، بيعطي امتلاء. رح نجربه. لا كثير كثير ممتاز. يعني سيروم ليلي، السيروم الليلي حسب نوع بشرتك. يعني البشرة كل بشرة شو بتحتاج لسيروم ليلي. تمام. يعني نصائح كثير مهمة وتفاصيل عم تخبريها اليوم لكل الصبايا والسيدات. كمان يمكن بنسمع لجانب هي التصبغات اللي بتسبب أكيد مشاكل نفسية للشخص، كمان في عندنا مشكلة حب الشباب بالبشرة. هذا اليوم كمان بحاجة البشرة لعناية واهتمام فيها من حب الشباب. هو بالذات لعمر المراهقة، يعني عم يفوتوا بعمر المراهقة ما عم يعرفوا يداروا بشرتهم أو يعتنوا فيها، فعم يصيروا عمرهم 18 سنة عم يلاقوا كلها حبوب التهابية أو شيء. ما اختلفنا احنا، عالجهم وراحوا لطبيبهم وتعالجوا، بس بعدها عم يصير عندهم تصبغات لأنه ما عم يعتنوا، عم يكملوا على الروتين الصح. بعد حب الشباب عم بيصير في تصبغات. شو السبب؟ ايه ما اهتموا بالروتين الصح. احنا اشتغلنا على حب الشباب ورحنا، طب ما بدكم الغسول؟ الغسول اليوم ضروري جدا لاي صبيه تلتزم بالغسول، والسيرومات، المواد التفتيح هاي بعد الحب الشباب. بدها اليوم يعني اهتمام كامل من الصبي حتى الشباب. طيب اليوم حتى الشباب ستمرفات بالكبسولات اللي عم ينباعوا بالصيدليات، ان كان فيها فيتامين اي، هدول الفيتامينات انه تفتح الكبسوله او تقصيها بتدهني وجهك. هلا هو نفس السيروم، انا كثير بحب هي القصص بالليل قبل النوم. اي هي بحبها قبل النوم، يعني فيتامين اي. هلا بدكم تروحوا على صيدليه، تكون اي مضمونه او اورجينال يكون عندها، بس انا بحبها الفيتامين اي كثير بحبه، بالذات لعمر فوق ال 30 يبلشوا فيه. يومي هو قبل النوم؟ قبل النوم ممكن، لا يعني تخففوا يوم ايام. لا في السيروم النيسيناميد اليوم كثير عم يحكوا عليه، بس انا بحب استعماله، ما يستعملوه اسبوعي، يومين بالاسبوع، لانه هو عندنا احنا نسبه 10% فبيكون بيعمل تهيج، فيفضل ينعمل مرتين بالاسبوع. تمام. ونضل نوضح نقطه، اليوم عندنا اهميه شرب المي والنظام الغذائي، هدول الامور قد ايه كمان بتاثر اليوم على البشره وصحتها؟ طبعا شرب المي اليوم اكبر عامل من عوامل البشره اضافه للتغذيه. تمام. شرب المي اليوم لازم احنا نشرب 8 أكواب باليوم، يعني تخيلي لانه احنا جسمنا بالصيف عم يفرز عرق ودهون، فبدنا نعوضه بالمي، وحتى بالشتاء لازم نشرب مي دائما ليرطب البشره، سواء بتعمل ترطيب للبشره. وبنتمنى دائما نحن اللي عم نعطي هدول النصائح نلتزم فيهم يعني طبعا اليوم نقول يعني رح نحاول اي لا لازم. شكرا ست مرفت لحضورك اليوم لكل النصائح اللي قدمتيها والتوصيات للعنايه بالبشره، نورتي صباحنا لليوم. اهلا حبيبتي، اهلا شكرا لك مرفت ولوجودك معنا لليوم، وشكرا لكل النصائح اللي قدمتيها. اهلا وسهلا فيك.